لكن اقتراح برغبه اللي عندهم سعدنا في الموضوع تكلم في الموضوع زين. الاقتراحات برغبه اللي تقدم ما تمس المواطن، احنا في وادي اللي تقدم والمواطن في وادي ثاني ترى، يعني الناس ما تبي اسوقها، تبي فلوس، تبي رواتب زينه مثلا، ما تبي مركز شبابي، تبي توظيف شباب، ما تبي مثلا نقترح مثلا سوق شعبي ولا سوق ذي، هاي شركة مو شركة مقاولات المجلس، يعني أنا احترامي للجميع بس خلينا نكون في صلب الموضوع. عندنا خمس قضايا مهمة: البطالة، توظيف، أزمة التوظيف، مثل ما تكلمنا من ساعة غلاء الأسعار، زيادة الأسعار، هذه مسجب كل بحريني، وإحنا بس في يعني هالجلسة بتخلص بينتهي الموضوع، إحنا ما نبي ينتهي الموضوع في ذي الجلسة. وشكرا معالي الرئيس. شكرا سعادتنا ابو حمد. في لا 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 خلاص نعمل دقيقة واحد. تفضل. شكرا معالي الرئيس. ما ادري يعني مداخلة اخونا حمد الدو، يعني المفروض هي يعني ما تكون بهذا الجانب، لانه اعتقد كل النواب الموجودين هنا قاعدين يقدمون مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. احنا اليوم لما نجيب المقترحات بصفة استعجال على اساس تروح للحكومة بشكل مباشر، ان كانت تهم مراكز شبابية او تمس اي حاجة، هي في النهاية خدمة الى المواطن البحريني، هي مو خدمة الى يعني شخص اجنبي. هذا واحد. اثنين، المفروض هو يقوم بدوره بعد، يعني ما يلوم النواب اللي قاعدين يقدمون مقترحات. انت اليوم نائب، قدم المقترحات اللي تصب في مصلحة المواطن البحريني، ان كانت تمس في معيشته، تمس في اي مقترح اخر. معالي الرئيس، احنا اليوم احنا دورنا، وهذا السلطه التشريعيه عطتنا الحق ان احنا اليوم نقدم المقترحات وما فيها مخالفات دستوريه. اذا اي نائب اليوم يحس ان المقترحات هذه مو ملزمه اليه، اكو عنده التصويت يقدر يقدم، يعني يعترض عليها او يعني ما يوافق عليها. هذا بشكل مختصر. شكرا معالي الرئيس.